عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ زهير بن طالبة، مادة الفلسفة، مستوى دائما علوم تجريبية، درس هو وضعية اختبارية القولة في مزوئة الوضع البشري. إذا نستمر دائما أيها التلاميذ الأعزاء في هذه الدروس التواصلية عن بعد، كما قلنا رغم أن المشاعر قريبة فيما بيننا، وهدفنا جميعا دائما كما قلنا هو من أجل تحقيق النجاح لجميع التلاميذ. دائما كما قلنا ونذكر شعارنا في مادة الفلسفة هي الفلسفة محبة وحكمة. إذا نسأل الله تعالى أن تعم المحبة ونتحلى بالحكمة في هذا الدرس. إذا اخترت لكم قولة من طبعا الحال امتحان الوطني الموحد السنة الماضية سنة 2019 طبعا الحال، ومعها عناصر الإجابة وسلم تنقيط حتى تكون لدينا الصورة واضحة. وسنحاول ما أمكن من خلال هذا الدرس أن نضمن ثلاث أشياء أساسية: نضمن مراجعة عامة لمزوئة الوضع البشري، وفي نفس الآن نتعرف على ما هي العناصر الأساسية والمنهجية التي يجب توفرها عندما نكون أمام تحليل ومناقشة قولة. ماذا يجب أن يكون في المقدمة، وماذا يجب أن يكون في التحليل، وماذا يجب أن يكون في المناقشة، وذلك دائما في ارتباط تام وثيق مع الإطار المرجعي المنظم لامتحانات البكالوريوس لمادة الفلسفة. إذن كما قلت لكم القولة الآن هي أمامكم: لا يعرف الإنسان الغير مثل معرفته للأشياء، وإنما يعرفه بوصفه شبيها له. لا يعرف الإنسان الغير مثل معرفته للأشياء، وإنما يعرفه بوصفه شبيها له. هذه هي القولة التي كانت موضوع الامتحان واختبار السنة الماضية. إذا أردنا أن نؤطر هذه القولة ضمن سياقها العام والخاص أيضا والإشكالي، ماذا يمكن أن نقول؟ إذا لعل المزوءة واضحة هنا. أي مزوءة؟ هي مزوءة الوضع البشري. نعم جيد. ثم أي مفهوم؟ مفهوم الغير. جيد. ثم ما هو الإشكال المحدد لهذه القولة؟ هو إشكال معرفة الغير. إذن ممكن أن نقوم مراجعة عامة لمزوءة الوضع البشري، ونبدأ دائما ما معنى الوضع البشري، وهذا حتى نستعيد أو نسترجع إن شئنا ونتذكر ما سبق وأن تعرفنا، حتى إذا جئنا لكي نقوم بعمل تطبيقي للقولة نكون قد استعدنا واسترجعنا بعض الأفكار والمعارف. في نفس الآن نحن نستعد للامتحان الوطني الموحد، وهدفنا جميعا وتيسير هذا الأمر ومساعدتكم من أجل النجاح. ما معنى الوضع البشري؟ قلنا وكما سبق وأن تعرفتم الوضع البشري وضع يتميز بشيئين أساسيين، يكون يتميز بالتعقيد والإزدواجية، على اعتبار أن الشخص داخله خاضع لمجموعة من الإكراهات والشروط التي تحد من حريته، وهو في نفس الآن باعتباره شخصاً قادر على تجاوز هذه الإكراهات والشروط بفضل إرادته ووعيه. يتحدد الوضع البشري بشرطين أساسيين، هذا بالنسبة للعلوم التجريبية بطبيعة الحال، وبثلاث شروط أو بثلاث مفاهيم بالنسبة للعلوم الإنسانية والآداب. يتحدد بشرطين أساسيين أو بعدين أساسيين، هو البعد الذاتي الداخلي، وهنا يطرح سؤال الشخص، ثم البعد الخارجي الموضوعي أو مفهوم الغير. إذن فما معنى أن يكون الإنسان كائناً علائقياً أو علائقي؟
حيث الإنسان في علاقته بالوضع البشري قولوا أن الإنسان كائن علائقي، أي كائن قادر على بناء علاقة بينه وبين الغير داخل وضع بشري معين. قلت لكم بالنسبة للأدب العلوم الإنسانية ينتج عن هذه العلاقة أحداث ووقائع هي ما يمثل مفهوم التاريخ، هذا بالنسبة للأدب العلوم الإنسانية. بالنسبة للعلوم التجريبية قلنا مفهومين أساسيين، مفهوم الشخص ومفهوم الغير. فما المقصود بالشخص وما الإشكالات يطرح هذا المفهوم؟ ببساطة حاولنا نسترجع هذه الأشياء. الشخص هو نعم من يحاول أن يعرفنا بهذا المفهوم، الشخص هو نعم قلنا الشخص هو ذات واعية حرة مسؤولة لها إرادة وقادر على التمييز بين الخير والشر. إذن فهم الشخص هنا يحيل على ما هو جوهر ماهوي في الإنسان، يحيل على ما هو جوهر ماهوي في الإنسان. ويختلف قلنا فهم الشخص عن فهم الشخصية. فهم الشخصية تحيل إلى ما هو نفسي، يهتم دراسة علم النفس. فهم الشخص يحيل على ما هو معنوي مجرد ويهتم أو تهتم بمقاربته ودراسته الفلسفة. وبين قوسين يعتبر سقراط هذا أبو الفلسفة إن شئنا، هو الواضع الذي وضع الأساس هذا المفهوم، وذلك من خلال قولته المشهورة اعرف نفسك بنفسك، وكأنه يقول الشخص أو عليك أيها الإنسان أن تعرف نفسك بنفسك، فأنت شخص من فأنت ذات قادر على الوعي، قادر على إعادة بناء الذات، قادر على التفكير والتأمل، قادر على عيش الحرية والمسؤولية. ما هي الإشكالات التي تطرح هذا المفهوم؟ إشكال تطرحها مفهوم الشخص هي ثلاث إشكالات أساسية. إشكال الأول هو الشخص والهوية، إشكال التالي هو الشخص بوصفه قيمة، ثم الإشكال الثالث هو الشخص بين الضرورة والحرية. ثم مفهوم الغير، ما المقصود بمفهوم الغير وما هي الإشكالات الأساسية التي يطرحها هذا المفهوم؟ إذا الغير في تعريف المعروف بالنسبة لكم هو الغير ذات تشبهني وتختلف عني. نعم تشبهني من حيث ماذا؟ تشبهني من حيث خصائص الماهوية الجوهرية، الوعي والإرادة والمسؤولية، وتختلف عني من حيث نعم خصائص السوسيو ثقافية مثل عادات تقاليد لغة دين، وأيضا من حيث الوضعية الاجتماعية والاقتصادية وطبيعة الوضع السياسي وما إلى غير ذلك. إشكالات التي يطرح هذا المفهوم والذي هو موضوع هذه القولة. ما هي الإشكالات الأساسية في مفهوم الغير؟ الإشكال الأول هو وجود الغير، ثم الإشكال الثاني هو معرفة هذا الغير، هو الإشكال موضوع القولة، ثم العلاقة مع الغير. وقالوا بيني وبينكم من أسهل المفاهيم داخل هذه المزوءة مزوءة السياسة، بل من أسهل المفاهيم داخل مقرر مادة الفلسفة بشكل عام هو مفهوم الغير. الإشكالات إشكالات هذا المفهوم مترابطة فيما بينها ومتداخلة ومنسجمة ومتكاملة، بحيث الواحد منها يؤدي إلى الآخر. نتحدث عن طبيعة وجود هذا الغير، طبيعة هذا الوجود تحدد لنا طبيعة هذه المعرفة، وطبيعة هذه المعرفة تحدد لنا بدورها طبيعة هذه العلاقة. فمثلا عندما نقول أن وجود الغير إيجابي، وجود الغير يشكل دعامة ولا يشكل أي تهديد، وجود الغير ضروري، فلا يمكن صاحب هذا القول إلا أن يقول لنا معرفة الغير ممكنة وليست مستحيلة، ولا يمكنه إلا أن يقول لنا العلاقة مع الغير علاقة إيجابية وعلاقة تبنى على القيم الإيجابية. والعكس صحيح، الذي سيقول لنا أن وجود الغير يشكل تهديد وأن وجود الغير سلبي، سيقول لنا أن معرفة الغير غير ممكنة ومستحيلة، وسيقول لنا بالتالي أن العلاقة مع الغير علاقة تقوم على قيم سلبية مثل الصراع النفي والإقصاء. إذن لرجعنا الآن القولة، ماذا ينبغي أن نفعله في الفهم؟ ما هي المتطلبات الفهم؟ ما هي العناصر التي يجب المنهجية التي يجب توفرها في
الفهم. وكما قلت لكم دائما هذه العناصر حسب الأطر المرجعية للمادة. وما ترون الآن هذا ما هي العناصر الإجابة وسلم التنقيط التي تأتي مصحوبة مع امتحان الوطني والتي على ضوئها يتم تصحيح امتحان الوطني من طرف الأساتذة بناء على هذه العناصر بناء على ما ترون. قلنا من أجل تحديد الموضوعية وتجاوز الذاتية وما تبقاش هذه المسألة كما يقول كثير من التلاميذ أن أستاذ الفلسفة يصحح بمزاجه أو كذا أو كذا. فهناك الآن عناصر إجابة ومتقبل واضحة إن توفرت في إنجازات التلاميذ وإنتاجاتهم هذه الشروط يأخذ هذه النقطة. الفهم أو المقدمة عليه 4 نقاط. ماذا يجب أن يكون في هذا الفهم حسب هذه القولة؟ يتعين على المترشح في معالجة القولة والمطلب المرفق لها أن يحدد موضوع الغير وأن يصوغ إشكالها المتعلق بمعرفة الغير وأن يطرح أسئلته الموجهة للتحليلي والمناقشة من قبيل ما الغير ما المعرفة ما طبيعة معرفة الغير ثم هل تتم معرفة الغير كشيء أم كشبيه. إذن هذا مقترح وزارة، هذا مقترح العناصر الإجابة والسلم التنقيط، هذا ما يجب توفره في المقدمة التي سينجزها التلميذ. توزع نقاط الفهم على هذا النحو، على النحو التالي باش نكونوا على وضوح في الرؤية. تحديد الموضوع، معنا حددنا الموضوع مفهوم الغير طبعا تحمل زوء الوضع البشري نقطة. حددنا الإشكال، صياغة الإشكال اللي هو معرفة الغير ممكنة كشيء أم كشبيه أم غير ممكنة نقطتين صياغة الإشكال. ثم صياغة الأسئلة الموجهة لتحليل المناقشة نقطة واحدة، المجموع هو طبعا الحال 4 نقاط. أعيد، إذن ما يجب توفره تحديد الموضوع ثم تحديد وصياغة الإشكال ثم صياغة الأسئلة الموجهة لتحليل المناقشة. إذن عموما سواء كنا أمام نص أو قولة أو سؤال مفتوح كما سبق ورأينا فإن المقدمة واحدة عناصرها المنهجية لا تختلف. 3 واضحة، ما هي؟ هي أولا تحديد الموضوع، ثانيا صياغة الإشكال، ثالثا تفريغ هذا الإشكال وتجزئه إلى أسئلة فرعية أو جزئية. هذه الأسئلة تنقسم إلى نوعين، أسئلة للتحليل وأسئلة للمناقشة. إذن هذه العناصر سواء كنا أمام سؤال أو قولة أو نص نفسها هي لا تتغير ولا تتبدل. واضح؟ إذن الآن كتجربة كمثال بغينا الآن نأطر هذه القولة بشكل عملي تطبيقي إجرائي. ماذا يمكن أن نقول كمقدمة أو كمثال؟ وكما قلت لكم مجرد مثال، مجرد محاولة، منكم يأتي المثال. إذن كمثال ممكن، كمثال يمكن أن نقول تتأطر هذه القولة ضمن مجزوءة الوضع البشري وتعالج مفهوم الغير، ذلك لما يلعبه هذا الأخير من دور فعال في تحديد الوضع الذي توجد عليه الذات البشرية على اعتبار أن الشخص لا يمكنه إلا أن يعيش مع الغير ضمن جماعة وداخل مجتمع. ومن هنا تأخذ مسألة معرفة الغير مكانة أساسية وجوهرية في مقاربة هذا المفهوم. إذن ما الغير وما الأشياء ثم ما المعرفة؟ هل يمكن معرفة ما بداخل الغير من أفكار وأحاسيس؟ إذا كانت معرفة الغير ممكنة ما هي الوسائل والأدوات التي تساعدنا في ذلك؟ وإذا كانت معرفة الغير مستحيلة فما هي العوائق والصعوبات التي تحول دون ذلك؟ هل تتم معرفة الغير كشيء أم كشبيه؟ هل يمكن للمماثلة أن تكون أداة ملائمة لمعرفة الغير؟ أليس الغير هو الأنا الذي ليس أنا؟ أليس الغير أو عفوا أليس للغير عالمه الداخلي الخاص به؟ إذن هذا مثال عملي تطبيقي لتقديم لهذه
القولة. وقلت لكم عموما هنا الإشكال يطرح سؤالين أساسيين إن شئنا. هل معرفة الغير ممكنة؟ إذا كانت معرفة الغير ممكنة، ما هي الوسائل والأدوات التي من شأنها أن تساعدنا على هذه المعرفة وتساعدنا في ذلك؟ وهنا يقترح أو تقترح علينا القولة الأطروحة المتضمنة فيها وسيلة وأداة لمعرفة هذا الغير، وهي المماثلة كشبيه. لا يمكن لا نعرف الغير كشيء، بل نعرفه كشبيه. معنى كشبيه لنا معنى كهنا المماثلة. ثم إذا كانت معرفة الغير غير ممكنة، مستحيلة، ما هي العوائق الصعوبات التي تحول دون ذلك؟ وفي القولة أيضا هناك مسألة أو الإشارة إلى مسألة الشيء. لا نعرف الغير إلا كشيء، معنى إلا كظاهر لا باطن له. إذا نعود هنا، إذا بالنسبة هذا بالنسبة للمقدمة. الآن بالنسبة للتحليل والعناصر التي يجب توفرها في تحليل هذه القولة، دائما كما قلنا لكم انسجاما مع الأطر المرجعية للمادة، يتعين على المترشح في تحليله للقولة تحديد الأطروحة وشرحها وتحديد مفاهيمها وبيان العلاقة التي تربط بينها وتحليل الحجاج المفترض في الدفاع عن تلك الأطروحة والقائمة هنا الأطروحة بالنسبة المتضمنة في هذه القولة، بالنسبة لعناصر الإجابة اللي على ضوءها يصح الأستاذ هذه القولة كتجي معطاة، والقائمة على أن معرفة الغير لا تتم من خلال الملاحظة الخارجية للأشياء وإنما كالأشياء، وإنما تتم من خلال الانطلاق من الذات لما بينهما من تماثل، ويمكن أن يتم ذلك من خلال العناصر التالية: تعريف مفهومي الغير والأشياء، تحديد مفهوم المعرفة، هناك اختلاف بين معرفة الأشياء ومعرفة الذوات، الغير من حيث هو ذات يستعصى على المعرفة الخارجية الموضوعية، المماثلة مع الذات هي طريق معرفة الغير، ثم أخيرا تحليل الحجاج المفترض. توزع نقاط التحليل على النحو الآتي: أولا تحديد أطروحة القولة وشرحها تفسيرها وتفكيكها نقطتين، تحديد مفاهيم القولة وبين العلاقة بينها نقطتين، ثم تحليل الحجاج المفترض أو المعتمد نقطة واحدة. إذن ما هي الأطروحة المتضمنة في هذه القولة؟ لا نعرف الغير كشيء، بل لا يمكن أن نعرفه إلا كشبيه. إذن واضح أطروحة هنا، هناك نفي وهناك إثبات. نفي: لا يمكننا معرفة الغير كشيء، ولكن يمكننا نعرفه كشبيه لي لهذه الذات. معنى هناك نفي وهناك إثبات. الأطروحة المتضمنة في هذه القولة إذن هي تثبت أن معرفة الغير ممكنة وغير مستحيلة، لكن شريطة أن ننظر إليه كشبيه. شريطة أن ننظر إليه كشبيه. وسيلة الأساسية لمعرفة الغير بالنسبة للأطروحة هي المماثلة. ثم إذن مفاهيم القولة الآن: شيء، وكما سنرى، ومفهوم الغير ومفهوم المعرفة لا بد من تحديدهما وتبيان العلاقة القائمة بينهما. كمثال إذن، ماذا يمكن أن نقول؟ يعتبر الغير ذات تشبهني وتختلف عني. تشبهني من حيث الخصائص الجوهرية الماهوية مثل الوعي، احنا بدينا الآن تحديد المفاهيم، الوعي، الإرادة، مسؤولية. ويختلف عني من حيث الخصائص السوسيوثقافية مثل اللغة، الدين، عادات، تقاليد، ثم الوضعية الاجتماعية. إن التشابه الذي بيننا يجعل التواصل والتفاعل والتعارف ممكنا.
تشابه يجعل التواصل وسيلة أداة لمعرفة الغير ممكنا، بل إن هذا التشابه هو وسيلة وأداة لتدبير الاختلاف وجعله مصدر إغناء وإطراء للتجربة الإنسانية وليس مصدر فرقة وصراع. أما الأشياء، المفهوم الثاني، أشياء، أما الأشياء فهي كل موجودات الغير العاقلة والتي تفتقد للوعي والإرادة والحرية، بل هي مجرد وسائل تتمتع بقيمة مشروطة، هي عبارة عن ظاهر لا باطن له. والمعرفة، المفهوم الثالث، مفهوم الغير، مفهوم الأشياء، المفهوم الثالث مفهوم المعرفة، وفي نفس الآن كما سترون نحدد المفاهيم ونربط العلاقة القائمة بينها. والمعرفة هي إدراك وفهم الحقائق من خلال التفكير المجرد أو من خلال اكتساب المعلومة عبر التجارب والخبرات، وهي ثلاثة أنواع: كل المعرفة الحسية، وهنا الإدراك المادي الحسي ومعرفة الأشياء، المعرفة الفلسفية إمعان الفكر في الأسباب الخافية، وهذا ما نبحث عنه، نتحدث على ما هو خفي بالنسبة للغير، سنتحدث الأفكار على معارف، ثم المعرفة العلمية، نتحدث على تحت خطوات منهج العلم. ومن هنا يمكن القول أن معرفة وإدراك الغير بما هو ذات، هنا العلاقة بالمفاهيم هنا، ومن هنا يمكن القول أن معرفة وإدراك الغير بما هو ذات تتميز بالوعي والإرادة تختلف عن المعرفة الحسية للأشياء باعتبارها موجودات غير عاقلة. وبما أن المعرفة إكساب للمعلومة عن طريق التجارب والخبرات، وبما أن الغير، أن العلاقة بالمفاهيم، وبما أن الغير ذات تشبهني، فهناك إمكانية لمعرفته من خلال معرفتي لذاتي. معنى العلاقة بين المفاهيم نستنتج منها الأطروحة المتضمنة في النص. فالغير ليس شيئا بل ذات تدرك العالم الذي أدركه ولديه تجربة عني كما لدي تجربة عن العالم ومن خلاله عن الآخرين. ومن ثم فمعرفة الغير متاحة من خلال توافق الباطني أو التوحد الحديثي، أي أن تأخذ الذات مكان الغير وتعيش تجربته لتشعر بما يشعر به ولتعبر إلى ما بداخل الغير من أفكار ومشاعر وأحاسيس. وهذا موقف هوسرل. إذن هذا كما قلنا عناصر التحليل، وكما لاحظتم قلنا بعمل في إطار التنسيق كما قلنا، أو بشكل متسلسل وانسيابية في التعبير دون عوار، نتحدث على الأطروحة، نتحدث على المفاهيم، تحديد المفاهيم والعلاقة بينها، ومن ثم شرح أطروحة وتفسيرها دون الحال عوارض، دون فقرات، بل على شكل نص وعلى شكل مقالي. وهنا قلنا وصلنا للتحدث على أن إمكانية الغير متاحة ممكنة إذا نظرنا إليه كشبيه، لأنه شبيه لي، ومن خلال معرفة ذاتي يمكن أن أعرف هذا الغير والتفاصيل لكم. إذن سننتقل الآن إلى المناقشة. المناقشة، ماذا يجب أن يكون في المناقشة؟ حسب الأطر المرجعية يتعين على المترشح أن يناقش أطروحة القولة من خلال مساءلة منطلقاتها ونتائجها مع إبراز قيمتها وحدودها وفتح إمكانات أخرى للتفكير في الإشكال الذي تثيره. ويمكن أن يتم ذلك من خلال إبراز قيمة الأطروحة، وكما سنلاحظ وبيان حدود الأطروحة. إذن في السؤال تحدثنا على حدود الأطروحة في المناقشة والانفتاح على مواقف أخرى. الآن ركزوا معي جيدا، في القولة هناك قيمة الأطروحة وحدودها، ثم ثالثا الانفتاح على مواقف أخرى. قيمة الأطروحة حسب هذه القولة يمكن أن نتحدث قول الأطروحة هنا، يمكن أن نبرز خصوصية الغير من حيث هو ذات متميز الأشياء، ثم يمكن أن نتحدث قيمة الأطروحة من خلال أهمية الإشارة إلى أهمية المماثلة بما هي منهج لمعرفة الغير، ثم حدود الأطروحة. ويمكن أن نتطرق لحدود الأطروحة من خلال أن الغير قابل للمعرفة من حيث هو موجود في العالم مثل الأشياء، كاين التشابه. ثم ممكن نتحدث عن حدود الأطروحة من خلال أن المماثلة ليست دائما متيسرة لما بين الذوات من اختلاف. المماثلة ليست دائما توزع نقاط المناقشة نحو التالي، ركزوا معي جيدا.
قيمة الأطروحة وحدودها 3 نقاط، وهذا عمل ذاتي يقوم به التلميذ من خلال التفكير في الأطروحة المتضمنة كما قلنا في القولة، والتي تعتبر أن إمكانية معرفة الغير من خلال المماثلة ومن خلال التشابه، أن يتساءل حول طبيعة هذه الأطروحة وأن يكشف بين قوسين عن بعض النواقص أو بعض العيوب، ثم فتح إمكانات أخرى للتفكير بإشكال، وهنا يستدعي مواقف فلسفية أخرى. هذا عليه نقطتين. إذن كمثال ماذا يمكن أن نقول؟ مثال للمناقشة، ده أردنا. إذن كمثال ممكن أن نقول أن الغير ذات تتمتع بالوعي، وقلنا هذا المثال سنحترم فيه أن نتحدث عن حدود الأطروحة وقيمة الأطروحة وحدودها ثم فتح إمكانات. إن الغير ذات تتمتع بالوعي والإرادة والحرية والمسؤولية، وليس شيئا أو موجود غير عاقل، فنحن نشترك في مجموعة من الخصائص والصفات ونختلف في أخرى، وتكمن قيمة هذه الأطروحة في كونها تنطلق من اعتبار تشابه قاعدة أساسية. تحدثوا على قيمة الأطروحة، تشابه قاعدة أساسية يمكن البناء عليها من أجل التواصل مع الغير والعبور إلى ما بداخله من أفكار وعواطف، ومن ثم التعاطف معه والتضامن معه. ولكي نشعر بما يشعر به الغير ونعيش ما يعيشه لا بد من المماثلة كمنهج وكوسيلة أساسية لمعرفة الغير وتجاوز كل العوائق والصعوبات التي تحول دون معرفة الغير. لكن إلى أي حد الحدود هنا؟ لكن إلى أي حد يمكن معرفة ما يوجد بداخل الغير من أفكار ومشاعر؟ أليس للغير عالمه الداخلي الذي يمكن لا يمكن العبور إليه؟ هل يمكن للمماثلة أن تحقق معرفة كاملة للغير؟ أم أن معرفة ستبقى ناقصة؟ أليس الاختلاف القائم بين الأنا والغير يؤثر سلبا على مسألة المماثلة؟ في هذا السياق نستحضر الموقف الفلسفي الذي يعتبر أن معرفة الغير مستحيلة، لأن العلاقة مع الغير تقوم على التشيء والنفي والإقصاء، وكلاهما يدرك الآخر كموضوع خارجي وكشيء. وهنا لا بد من الإشارة إلى موقف جون بول سارتر الذي يعتبر أن معرفة الغير غير ممكنة ومستحيلة، لأننا بيننا وبينه عالم صور عالي يحول بين إمكانية معرفة هذا الغير. ثم ومن أجل تجاوز هذه النظرة الشيئية للغير، يقترح ميرلو بونتي التعاطف والتواصل كمنهج مناسب لمعرفة الغير وتجاوز العوائق النفسية التي تحول دون تبادل الأفكار والمعارف والمشاعر والهموم بيني وبين الغير. إذن كتركيب، والتركيب كما قلنا هو شيء مشترك سواء في السؤال أو القولة أو النص، يجب تكون فيه 3 عنصرين أساسيين أو تركيب كما قلنا يجب أن يكون فيه 3 عناصر أساسية، هي تلخيص ما جاء في تحليل المناقشة، أهمية الإشكال ورهاناته، بالإضافة إلى الرأي الشخصي. بالإضافة إلى الرأي الشخصي، وهذا مثال يمكن القول، وفي الأخير يمكن القول أن إشكال معرفة الغير تطرح العديد من الأسئلة حول إمكانية المعرفة وطبيعة هذه المعرفة ووسائل ومناهج هذه المعرفة، بالإضافة إلى العوائق والصعوبات التي تحول دون هذه المعرفة. ومن ثم فمعرفة الغير ممكنة إذا نظرنا إليه كذا تشبهني وتختلف عني، وبالنسبة لي وفي رأيي الشخصي معرفة الغير تبقى نسبية وناقصة وليست كاملة ومطلقة. قتنا الجوانب الشكلية هي هذه، تماسك العرض نقطة، سلامة اللغة نقطة، وضوح الخط نقطة، جوانب الشكلية 3 نقاط، وبذلك نكون والتركيب عليه 3 نقاط، وبالتالي نكون أمام 20 نقطة كاملتان، 20/20. أتمنى 20/20 للجميع في مادة الفلسفة، والحصة المقبلة نتمم إن شاء الله.